السلام عليكم الطلبة الأعزاء، محدثكم الدكتور أحمد صليبي، مدير دائرة التعليم الإلكتروني بجامعة الإسراء. في البداية نرحب بكم في رحاب الجامعة، ونتمنى لكم فصلا دراسيا مليء بالنجاح والتميز والمثابرة والشغف للمعرفة. اليوم إن شاء الله سنتحدث عن أدوات التعليم الإلكتروني المتبعة أو المعتمدة في جامعة الإسراء. طبعاً اليوم بالدائرة تعرفوا أول يوم دراسي، في تخوفات عند كثير طلاب، خصوصاً الطلبة الجدد اللي بيكونوش متعودين على هذا النوع من التعلم. فبالتالي احنا بنرسل رسالة طمأنة لطلابنا الأعزاء الجدد إنه العملية بسيطة وغير معقدة، ولكن تحتاج بعض الوقت للتعود على هاي الأدوات. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو حنحكي عن بوابة التعليم الإلكتروني الخاصة بجامعة الإسراء، وكيف يتم استخدامها أو كيف بيتم التعامل معها واستخدامها من قبل الطلبة. في البداية هنروح على الويب سايت الخاص بالجامعة الموجود على الشبكة العنكبوتية isra.edu.bs. طبعا ستظهر في هذه النافذة مجموعة من الأيقونات، من ضمنها أيقونة التعليم الإلكتروني. نقوم بالضغط على هذه الأيقونة، ستظهر في هذه النافذة الواجهة الرئيسية الخاصة ببوابة التعليم الإلكتروني التابعة لجامعة الإسراء. ماذا تحتوي هذه النافذة؟ تحتوي عدد الملفات الأكاديمية المرفوعة على البوابة خلال العام المنصرم والواجبات البيتية، كذلك حلول واجبات إلى آخره، من هذه المصادر التعليمية التي تم رفعها للطلاب. يوجد أسفل هذه الشاشة أو النافذة جدول المحاضرات الافتراضية عبر تقنية الزوم، وهان يوجد لبس لدى الطلاب إنه في عنا جدولين للمحاضرات. جدول موجود على صفحة الطالب، يعني أنا طالب جديد أشتغل على الجدول هاد ولا على الجدول اللي موجود على صفحة الطالب؟ هو المفترض إنه في الجدول المعتمد اللي أنت ثبتت المساقات داخل الجامعة هو الجدول اللي موجود على صفحة الطالب، لكن هذا الجدول معد أو مصمم للتعليم الوجاهي. يعني إن شاء الله إذا بتعود الحياة إلى طبيعتها قريباً لما نرجع للجامعة بيتم عقد المحاضرات في الأوقات اللي موجودة على الجدول الموجود على صفحة الطالب. يعني خلينا نفتح صفحة الطالب. كيف بنفتح صفحة الطالب؟ برضو بنرجع لموقع جامعة الإسراء وبنضغط على بوابة الطالب. مثلا هاي النافذة الخاصة بصفحة الطالب، بنروح على الجدول الدراسي. طبعا هاي هي المساقات المناسبة لك كطالب، مثلا في سنة أولى طالب في كلية العلوم الطبية، هاي المساقات المناسبة لحضرتك. وهنا الكود الخاص بالمساق، هنا اسم مدرس المساق، وهنا رقم الشعبة اللي انت بتنتمي لإلها، هنا موجود القاعة الدراسية أو رقم القاعة الدراسية. لما تيجوا على مبنى مثلا الزهرة هتلاقوا انه بيبتدأ بزد 1، إذا كان في يافا حيكون في كود تاني ليافا. لكن هذا الجدول مش هو جدول المحاضرات الافتراضية الخاص بمنصة الزوم، يعني اللقاءات التفاعلية اللي بتتم مع الطلاب مش عن طريق هذا الجدول ولا بالمواعيد اللي موجودة هنا. يعني في تساؤلات كتير اليوم اجتنا، انا عندي موعد محاضرة على الزوم من 12 لل 14، لا، هذا الجدول خاص بالمحاضرات الطبيعية اللي بيتم عقدها بشكل وجاهي داخل الجامعة ان شاء الله لما نعود للجامعة. طب وين بلاقي اللي هو جدول المحاضرات الافتراضية الخاص بالزوم؟ بتلاقيه على بوابة التعليم الإلكتروني اللي هي الواجهة هذه.
طيب كيف أنا أشوف الجدول الخاص بي كطالب؟ أنا عرفت المساقات، مثلا أنت بتنتمي لكلية العلوم الطبية، تيجي هان على النافذة الموجودة هان جدول المحاضرات الافتراضية عبر تقنية الزوم الفصل الدراسي الأول، هتلاقي جميع الكليات الجامعة موجودة. نضغط على كلية العلوم الطبية لأن الطالب اللي فتحنا صفحته بينتمي لكلية العلوم الطبية. شو هي المساقات؟ في مثلا مصطلحات طبية مع الدكتور طالب أبو معلق. طيب متى موعدها هاي المحاضرة على الزوم؟ اللي هو الموعد أو اللقاء المباشر مع المدرس عبر منصة الزوم، بروح على الجدول الخاص بالكلية، كل كلية لها جدول زي هذا. بروح بشوف اسم المساق، كمان مرة مصطلحات طبية، حدور بالجدول هان على اسم المساق اللي هو مصطلحات طبية. طبعا هذا الجدول خاص بكل المحاضرين الموجودين في كلية العلوم الطبية. انت بس بتروح بتدور على اللي هو المساق اللي اسمه مصطلحات طبية. نبحث عنه. مصطلحات طبية كل التخصصات، هذا مساق نازل لأكثر من تخصص داخل كلية العلوم الطبية. مين مدرس المساق؟ اللي هو لو رجعنا لصفحة الطالب اللي هو دكتور طالب أبو معلى. طيب موعد المحاضرة متى؟ هنا في الجدول المفترض داخل الجامعة موعد المحاضرة من 10 لل 12، نفسه هو اللي موجود في الجدول الخاص بالزوم. لا مش نفسه، يعني هان مش هتلاقيها يوم الخميس أو يوم الخميس، لكن الوقت مختلف. يعني هان موجودة إنه من 10 لل 12، لكن هان موجودة على الزوم إنه من الساعة 9 لل 9:45. طبعا مدة المحاضرة التفاعلية مع المحاضر بتكون 40 دقيقة. طيب يعني أنا باجي يوم الخميس الساعة 9 بفتح، أو كيف بدي أفوت على منصة الزوم؟ طبعا في كان نشرة إرشادية كيف إنه الطالب الجديد يعمل حساب على بوابة الزوم، وممكن ترجعوا لها. يبقى أنا فتحت على منصة الزوم، شو بيلزمني هلقيت عمل؟ بيلزمك بس تضغط على الرابط اللي موجود هنا. متى أضغط على الرابط هذا؟ الساعة 9، يعني مش الساعة 8 ولا الساعة 10، لا الساعة 9 صباحا بدي أروح أضغط على الرابط هذا اللي هو الخاص بمساق مصطلحات طبية اللي درسني إياه الدكتور طالب. فبضغط عليه، بيفتح معي طبعا برنامج الزوم. أنا عشان بس بسجل عن طريق البرنامج ما بينفع أفوت، لكن لو أنت كطالب حتلاقي حالك فتت مباشرة على المحاضرة، وحتلاقي الدكتور طالب بلش المحاضرة وبتم عملية اللي هو إعطاء المحاضرة في الوقت المحدد لإلك. فالعملية بسيطة وسهلة جدا. يبقى بدنا نميز، يعني هاي الجزئية بدنا نميز إنه في جدولين للمحاضرات. جدول المحاضرات الطبيعي او المفترض انه احنا اذا بترجع الحياه لطبيعتها ناخذ هاي المحاضرات بشكل وجاهي، مش بشكل افتراضي عبر الانترنت، لا داخل القاعه زد 1 بي 7. لقيت ما في قاعات، في انترنت، فبالتالي بدي اروح الجا للجدول اللي وين موجود، اللي موجود على اللي هي بوابه التعليم الالكتروني الخاصه بالجامعه. كمان مره كيف بفوتها؟ اللي هي e-learning.isra.edu.bs، وبتلاقوها في موقع الجامعة اسمها بوابة التعليم الإلكتروني. بنروح على كلية العلوم الطبية. لو أنت طالب تنتمي لكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، هتروح تضغط على كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات وتشوف الجدول الخاص بمساقات الكلية. طيب لو أنا طالب من كلية الدراسات المتوسطة، كيف أصل للجداول؟ بكل بساطة هي موجودة كلية الدراسات المتوسطة، موجود قسم التمريض، قسم مساعد الصيدلة. لو أنت بالعلوم الإدارية، قسم من أقسام العلوم الإدارية، بتضغط على أقسام العلوم الإدارية بتلاقي الجدول الخاص بكل محاضرات أو بكل المحاضرات أو بكل المساقات عفواً المطروحة في الكلية في هذا الفصل الدراسي. أعتقد هيك اللبس اللي صار عند الطلاب اليوم، إنه ما كانوا يميزوا بين الجدول اللي موجود على صفحة الطالب والجدول الموجود على هاي البوابة.
بتمنى الآن أنه تكون وضحت الصورة بهاي الجزئية. طيب أنا عندي مشكلة، عندي خلل معين في عملية تسجيل الدخول للبوابة، كيف أنا ممكن أحل هذا الخلل؟ مباشرة بنضغط على الأيقونة اللي موجودة هنا. هاي الأيقونة هي عبارة عن عملية تشاتينج بيننا وبين اللي هو دائرة التعليم الإلكتروني عن طريق موقع الفيسبوك. بضغط هان وبكتب لوجين أو لوج انتو ماسنجر، وبتبدأ أنت تحكي مشكلتك للدعم الفني وهم إن شاء الله بيردوا عليك في أقرب وقت. طيب ما عندي مشكلة، بدي أسجل الدخول، بروح بضغط على الأيقونة اللي موجودة في أعلى الشاشة تسجيل الدخول، بضيف اللي هو رقمي الجامعي، طيب ضفنا الرقم الجامعي. هاي هي بوابة التعليم الإلكتروني اللي انت خلال الفصل الدراسي بدك تتواصل عن طريقها مع المحاضر. واحنا اليوم عشان نطمنكم بتعليمات توجيهات من إدارة الجامعة نزلنا هذا الإعلان انه الأسبوع او اول أسبوع بالدراسة حيكون الهدف الرئيس منه اللي هو عملية التدريب على أدوات التعليم الإلكتروني المعتمدة لدى جامعة الإسراء. يعني طول هذا الأسبوع انت كطالب جديد الهدف الرئيسي منك او من الاسبوع هذا عفوا حيكون انه انت تتدرب وتشوف وتتعود على بوابة التعليم الالكتروني، تتعود على المحاضرات الافتراضية، لكن بشكل فعلي وجدي المحاضرات حتصير ترتفع وتنزل خلال الاسبوع القادم ان شاء الله. فنضغط هنا اغلاق، مجرد ما تظهر هاي النافذة نضغط اغلاق. طيب هنا شو بيظهر؟ بيظهر اسم الطالب، بيظهر هنا الكلية اللي بينتمي إلها الطالب، بيظهر القسم إنه بينتمي لقسم التمريض، البرنامج اللي هو الدبلوم والمعدل. أنت كطالب جديد مسجل بالجامعة معدلك التراكمي أول ما تفوت الجامعة بيكون صفر، طبعا هذا مش شيء سيء، لا هو المعدل صفر لأنه أنت لسه ما أخذت مساقات وما التحقت بامتحانات، لكن بعد إن شاء الله ما بتخلصوا الامتحانات النهائية بتلاقوا المعدل اللي موجود هان بتغير، وبنتمنى لكم إن شاء الله كلكم يكون معدلاتكم مرتفعة. في عنا هنا محاضرين الفصل الدراسي الحالي، يعني مين هم الناس اللي بيدرسون الفصل الحالي؟ حابب أعرفهم. هتلاقي هنا مثلا مقدمة في تطبيقات الحاسوب بدرسها المهندس محمود أبو جلنبو، مثلا مصطلحات طبية بدرسها الدكتور محمد مشتهى. طيب أنا عندي استفسار للدكتور محمد مشتهى، حابب أتواصل معه، كيف بدي اتواصل معاه؟ بضغط على الأيقونة اللي موجودة جنب اسم الدكتور. يعني لو أنت ما معك وسيلة اتصال فبنضغط مباشرة على الأيقونة اللي موجودة هان، تكتب مثلا عنوان الرسالة استفسار بخصوص مثلا المحاضرات، تكتب مثلا نص الرسالة هان بالنافذة هاي، السلام عليكم إلى آخره، بعد هيك بتضغط إرسال، تم إرسال الرسالة بنجاح. يعني رسالتك هلا وصلت لمين؟ للدكتور محمد. دكتور محمد طبعا بتابعها بشوف شو هو الاستفسار شو هو التعليق وبيرد على حضرتك. طيب لو أنا رد علي الدكتور محمد من وين بعرف؟ بروح على أيقونة في أعلى الشاشة اسمها البريد الوارد، بضغط هان على البريد الوارد. هاي مثلا الرسالة اللي أرسلناها للدكتور اللي هي عنوانها كان استفسار بخصوص المحاضرات، بتروح بتعمل معاينة، تضغط على أيقونة معاينة. لحتى الآن ما في رد من الدكتور، لكن مجرد الدكتور ما يشوف الرسالة حيتم الرد عليها والإجابة على الاستفسار الخاص بك. طيب حاب برد كمان مرة على الدكتور، بتضغط كمان على الأيقونة اللي موجودة هان، نكتب كمان مثلا السلام عليكم، نضغط رد، نعمل معاينة. يعني انت بتبعت للدكتور رسالة والدكتور بيبعت لك رد على الرسالة. اذا عندك كمان استفسار تاني بتكتبه للدكتور عن طريق النافذة اللي موجودة عندنا. الامر بسيط وسهل وغير معقد. نرجع للنافذة اللي كنا موجودين فيها، يبقى هنا عرفنا انه في عندنا في النافذة هاي اللي هي بيانات الكلية والقسم، وهنا عندنا مثلا المحاضرين وكيفية مراسلتهم. هنا على الجانب في عندنا القائمة بالمساقات
المطروحة لحضرتك خلال الفصل هذا. يعني هذا الطالب أو الطالبة نازل إلها جميع المساقات اللي موجودة عندنا. نضغط مثلا على مقدمة في تطبيقات الحاسوب. مجرد ما نضغط على المساق من النافذة هاي اللي موجودة أو القائمة اللي موجودة في يمين الشاشة، حنلاقي مثلا اسم المحاضر موجود، رقم المساق أو الكود الخاص بالمساق، اسم المساق، رقم الشعبة اللي أنت بتنتمي لها. طيب حاب تعرف تفاصيل أكثر عن المساق؟ طبعا حاليا المحاضرين بزودوا معظم اللي هو المساقات الموجودة، بنبذة عن المساق، وصف المساق، وكتاب المساق. لو ضغطنا على نبذة عن المساق هتلاقي مثلا هنا المحاضر أو المدرس كاتب نبذة مختصرة عن المساق. نرجع نضغط على وصف المساق، برضه حينزل إن ملف بصيغة الوورد أو البي دي اف موجود فيها وصف المساق، وإيش المحاور اللي حيتم تناولها في هذا المساق. لو ضغطنا على كتاب المساق، إذا كان متوفر الكتاب ورافعه الدكتور في الغالب حتلاقوا إنه كل المساقات مرفوع لإلها الكتب، حتلاقوا إنه الملف حيصير تنزيل لإله بصيغة اللي هو البي دي اف. هذا كتاب بتكون من 181 ورقة، طبعا متوفر عن طريق الانترنت، فيش داعي لانك تكلف حالك او تطبع هذا الكتاب، لا حتلاقي انه كل الكتب الخاصة بالمساقات موجودة عبر هاي البوابة. طيب هاي شغلة بتتعلق ببيانات عامة عن المساق. طيب شو موجود بالنافذة اللي هان؟ موجودة هنا الاسابيع الاكاديمية الخاصة بالفصل الدراسي اللي هي عبارة عن 14 اسبوع. طيب احنا متى بلشت الدراسة؟ بلشت في 19 سبتمبر ل 24 سبتمبر. شو هنا موجود؟ موجودة هان المصادر اللي ضافها المحاضر لحتى الآن إلك في الأسبوع الأول. هنا مثلا المحاضر ضايف إعلان للطلاب. هتلاقي محاضر ثاني ضايف مثلا اللي هو البرزنتيشن اللي شرحها للطلاب، اللي هو العرض التقديمي الخاص بالمحاضرة الأولى. هتلاقي أستاذ ثالث ضايف لك فيديو، يعني هو مسجل محاضرة أو فيديو في البيت وقام برفعها على البوابة، حتلاقيها برضو بالأسبوع الأول. الفيديو الخاص بالأسبوع الثاني حتلاقيه بالنافذة هذه. طيب كيف أنا بدي أحضر الفيديو أو أحضر الإعلان أو أشوف الإعلان الموجود هان؟ بضغط على أيقونة التفاصيل، هتلاقي إنه هنا مثلا المحاضر منزل إعلان للطلاب بالطريقة هذه. طيب فبالتالي الأمر سهل وبسيط. في عنا أسابيع دراسية 14 أسبوع، في كل أسبوع هتلاقي أن المحاضر بيقوم بإضافة الفيديو هذا. وبالمناسبة كل مساق من المساقات المناسبة لإلك أو اللي أنت منزلها هذا الفصل، مثلا نفترض مساق أسس التمرين 3 ساعات، حيكون في عندك في كل أسبوع فيديوهين، يعني في هذه النافذة حيظهر الفيديو الأول والفيديو الثاني الخاص بالمساق. كل فيديو مدته من 30 ل 40 دقيقة. هذا بيتم تسجيله عن طريق المحاضر، يعني المحاضر بيسجل هذا الفيديو في البيت وبيقوم برفعه للطلاب عبر هذه البوابة، يعني بيكون متوفر لإلك هان. بس أنت ما عليك إلا تضغط على هاي الأيقونة اللي موجودة هان وتحضر هذا الفيديو. يبقى في عندي 2 من الفيديوهات المسجلة عن طريق المحاضر في البيت، وفي عندي فيديو أو اللقاء التفاعلي بنسميه أو الافتراضي اللي هو عبر منصة الزوم. طب ليش ما تعملون المحاضرات كلها مسجلة؟ عشان يصير في تفاعل بينك وبين المحاضر، ما بينفع نفصلك عن المحاضر بشكل تام. يعني في بعض الطلاب متذمرين كثير من الزوم، من الزوم صعب ومش عارف أفوت على الرابط. لا، العملية سهلة وبسيطة، والهدف الرئيسي من الزوم أو المحاضرات التفاعلية بنسميها إنه يتفاعل الطالب مع المحاضر، يعني نهيئ له بيئة انه المحاضر والطالب موجودين في نفس المكان حتى لو افتراضيا. الطالب بيطرح السؤال، المحاضر بيجاوب عن السؤال، فبصير في نوع من التفاعل. فالمحاضرات التفاعلية مهمة جدا، اللي هي روابط الزوم اللي شفناها قبل شوي وتعرفنا عليها، مهمة جدا، والهدف الرئيسي منها انك انت برضو تتفاعل بشكل مباشر مع المحاضر. طيب محاضرة الزوم هل بترتفع ولا لا؟ هذا بيرجع للمحاضر. يعني في عندك 2 فيديوهات لازم يرتفعوا كل أسبوع، يعني هنا حيكون في عندك 2 من الفيديوهات وهنا 2 من الفيديوهات وهنا 2 من الفيديوهات.
هلا محاضرة الزوم ترتفع ولا لا؟ هذا الأمر بيرجع للمحاضر، يعني إذا هو المحاضر بشوف إنه محاضرة الزوم هذا تم إعدادها بشكل جيد بينه وبين الطلاب، مداخلات الطلاب كانت لائقة، الكلام اللي انحكى أو الحوار اللي دار كويس وممكن نرفعه على اليوتيوب على قناة الجامعة على اليوتيوب كان بها. إذا هو قرر إنه صار مثلا مشكلة في الصوت في محاضرة الزوم، أو مثلا صار في خلل عند الطلبة ما تمت المحاضرة بالصورة المطلوبة، ممكن هو يقول لا ما بدي أرفعها، بعوضها بشو؟ الفيديوهات مسجلة. يعني الفيديوهات المسجلة حتجيك أنا كل أسبوع حتلاقيها، لكن محاضرة الزوم إذا راحت عليك ممكن إنه المحاضر يقرر إنه ما يرفعها لسبب ما، لكن أنت اللي مطالب فيه اللي هو المحاضرات المسجلة اللي بتكون مرفوعة عبر البوابة. محاضرة الزوم مهمة جدا إنه يصير فيها نقاش بينك وبين المحاضر، مهمة جدا تتعرف على المحاضر، المحاضر يتعرف عليك، هذا الهدف الرئيسي منه. طيب هذا بخصوص اللي هو البوابة التعليم الإلكتروني الخاصة بالجامعة. لو في أي استفسار أنا بس حابب كنت ثاني كاتب العناصر اللي حنحكي عنهم. يبقى هنا فرقنا بين الجدول الدراسي اللي موجود على صفحة الطالب والجدول الافتراضي اللي موجود على بوابة التعليم الإلكتروني. في تساؤلات أجتنا بخصوص المتطلبات الجامعة، وين بلاقيها؟ متطلبات الجامعة عندنا بجامعة الإسراء تابعة لكلية اسمها العلوم الإنسانية. يعني لو رجعنا برا على البوابة برضو اللي هي e-learning.isra.edu.bs عملنا مثلا تسجيل خروج، حنلاقي هنا في كلية اسمها كلية العلوم الإنسانية، كل متطلبات الجامعة موجودة داخل هاي الكلية. يعني معظم الطلاب خصوصا سنة أولى هم مثلا معهم طبعا المحاضرات الخاصة مثلا زي تاريخ القدس، هتلاقوا في شعبة طالبات وفي شعبة طلاب. فبنتمنى ان الطالبات يفوتوا بالموعد الخاص بالطالبات والطلاب يفوتوا بالموعد الخاص بالطلاب. يعني هنا في محاضرة او متطلب جامعة اسمه تاريخ القدس، وين بلاقيه؟ بلاقيه في كلية العلوم الإنسانية. هي اسم المحاضر استاذ وليد. لو ضغطنا متى بدي اضغط على الرابط هذا؟ الساعة 16 لل 17، يعني الساعة 5 بدي افوت على هذا الرابط واضغط على او افوت على هذا الجدول عفوا واضغط على الرابط اللي موجود عندنا بهذه المادة. فالامر بسيط وسهل. الفيديوهات حكينا انه حيتم رفعها على بوابة التعليم الالكتروني الخاصة بالجامعة. انا كمان مرة حابب انه جميع الطلبة يتأنوا، الاسبوع هذا كله تدريبي حيكون، بس تتدربوا على الادوات خصوصا الطلبة الجدد، تتدربوا على الادوات الخاصة بالتعليم الالكتروني. حتاخذ وقت من 3 لـ4 ايام حتلاقوا حالكم تعودتوا على كل هذه الادوات وانه الامر سهل وبسيط. فريق التعليم الالكتروني الموجود بالجامعة هيقدم الدعم المناسب لكم. احنا في برضه ارقام على الواتساب خاصه دائره التعليم الالكتروني للدعم الفني، اي طالب عنده مشكله ممكن يتواصل مع الدائره سواء عن طريق صفحتنا على الفيسبوك او عن طريق اللي هو ارقام الواتساب الخاصه بالدعم الفني. فبنتمنى التوفيق لجميع الطلاب ونتمنى لكم فصل دراسي موفق مليء بالنجاح والتميز والمثابرة والشغف للمعرفة، وشكرا لكم على استماعكم.